Hello everyone, حبايب قلبي grade 3. Let's continue connect first term. النهارده عندنا سيشن جميله جدا هنتعلم فيها animals and their habitats. Animals and their habitats. يلا نقول العنوان. Animals and their habitats. Animals and their habitats. الحيوانات ومواطن البيئات او السكن اللي بيعيشوا فيه. كلمه habitats لازم نعرفها كويس. الكلمة دي كلمة مهمة جدا في الدرس بتاعنا النهاردة. habitats هي المواطن اللي بيسكن فيها الحيوان. زي ايه؟ هنشوف عندنا في الدرس natural habitats. natural habitats. يلا كلنا نكررها. natural habitats. natural habitats. natural habitats زي ايه بقى؟ grasslands. يلا كلنا بقى نقول المراعي او الاراضي العشبية اسمها ايه؟ grasslands. اعمل بقك كده. grasslands. 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 sea is a habitat. بيعيش فيه كائنات كتير. grasslands habitat. بيعيش فيها حيوانات كتير. بامبو فورست. لازم نقول بنفس الايه الشكل ده، ما نقولش بامبو، لا نقول بامبو. يلا كررها معايا، قول بامبو فورست. بامبو فورست. بامبو فورست. ليك. ليك. ركز بقى معايا قوي قوي عشان هنتعلم النهارده نعمل كويشن. هنتعلم نعمل كويشن. كويشن سؤال عن اين يعيش كل حيوان. اوكي تعالى اديك فكره الاول قبل ما نعمل السؤال. هتبص معايا كده هتشوف وير او habitat means where an animal lives. كلمه habitat معناها where an animal lives، يعني الهابيتات دي هي المكان اللي بيعيش فيه الحيوان. عندنا مثلا the hippo lives in the lake. the hippo lives in the lake. عندنا the giraffe lives in grasslands. the lion lives in grasslands. the elephant lives in grasslands. عندنا the penguin lives next to the sea. ها؟ the penguin lives next to the sea. بيعيش بجوار البحر. The panda lives in a bamboo forest. The panda lives in a bamboo forest. يلا بينا نتعلم نعمل سؤال. هنعمل أول سؤال عندنا أين يعيش هيبو فرس النهر. بص حبايب قلبي، إحنا كل سؤال هنعمله مرة عن المفرد ومرة عن الجمع. أوكي لما نيجي نقول أين يعيش فرس النهر هنقول كده، هنقول where does the hippo live. يلا بقى قولها معايا. where does the hippo live. where does the hippo live. خلي بالكم عشان أقوم اتنين اتنين دلوقتي يسألوا بعض ويجاوبوا. احنا عندنا اول سؤال where does the hippo live، ده علشان المفرد اين يعيش فرس النهر. where does the hippo live. ابطال سنه ثالثه، برافو. لما نيجي نسال افراس النهر بقى الجمع، بص مش هنقول where does، هنقول where do the hippos live. where do the hippos live. قمر، خلي بالك بقى من اللي جايه دي. لما نيجي نجاوب where does the hippo live، اين يعيش فرس النهر، هنقول نجاوب نقول the hippo lives in the lake، او بدل the hippo ممكن احط ضمير it عشان ده بنستخدمه للغير عاقل، فهنقول it lives in the lake. it lives in the lake. هو يا ترى انا ينفع اقول it live؟ نو no. مش عارفين هي شي ات والمفرد دول بيحبوا الاس.
عشان كده قلنا ايت ليفز، الفعل اخد اس بعدها. لكن في السؤال الثاني انا لما جيت سالت قلت وير دو ذا هيبوز ليف، هيبوز جمع، يبقى نجاوب عنهم بذي، بس ذي مش هتاخد ليفز، ذي هتاخد ليف بس، يبقى هنقول ذي ليف ان ذا ليك. يلا بينا بقى، انا اسالكم وانتوا تجاوبوا، اوكي؟ Where does the hippo live? برافو. تاني سمعني، it lives in the lake. دي تاني، it lives in the lake. طب where do the hippos live? They live in the lake. Excellent. يلا بينا نطير على الزرافة. هنقول أين تعيش الزرافة المفرد، وبعدين نقول أين تعيش الزرافات الجمع. في المفرد هنقول Where does the giraffe live? Where does the giraffe live? Where does the giraffe live? طب في الجمع هنقول إيه حلوين؟ ممتازين، excellent. Where do the giraffes live? Where do the giraffes live? يلا بينا نجاوب. Where does the giraffe live? قلنا نجاوب بـ the giraffe أو نحط مكانها مين؟ it. طب it live ولا it lives؟ برافو. It lives in grasslands. It lives in grasslands. حبيب قلبي. Where does the giraffe live? It lives in grasslands. Where do the giraffes live? هنا نجاوب بإيه؟ شطار. They live in grasslands. They live in grasslands. يلا صاحبي كده اسالك وانت تجاوب، يلا بينا. Where does the giraffe live? ايوه، it lives in grasslands. Where do the giraffes live? They live in grasslands. عندنا في درسنا ده three animals live in grasslands: the giraffe, the lion and the elephant. يلا ناخد lion. هنسأل أين يعيش الأسد، يلا بينا. Where does the lion live? 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 لما نسأل عن الجمع هنقول Where do the lions live? Where do the lions live? يلا نجاوب. Where does the lion live? هنجاوب بمين؟ It. خلاص اتعلمناه. It lives in grasslands. It lives in grasslands. It lives in grasslands. Where do the lions live? في الجامعة هنقول برافو. They live in grasslands. They live in grasslands. جاهز. Where does the lion live? It lives in grasslands. Where do the lions live? They live in grasslands. برافو برافو على المركزين. يلا نسأل عن elephant. خلي بالنا ده الوحيد اللي هنقول فيه the elephant علشان بيبدأ بفاو، فلما نسأل عن أين يعيش الفيل هنقول كده Where does the elephant live؟ يلا الشطار يقولوا معاي Where does the elephant live؟ Where does the elephant live؟ لما يبقى عندي
حرفين ساكنين ورا بعض زي التي والال، مش هنطق التي دي، هاكلها كده اقول ايه؟ Where does the elephant live؟ في الجمع بقى اين تعيش الافيال؟ Where do the elephants live؟ يلا جميل، Where do the elephants live؟ Where do the elephants live؟ Where do the elephants live؟ نسأل عن الأول ونجاوب، Where does the elephant live؟ It lives in grasslands. It lives in grasslands. It lives in grasslands. Where do the elephants live? مين اللي مش مركزين؟ Where do the elephants live? They live in grasslands. أبطال والله برافو. They live in grasslands. They live in grasslands. أشطر أبطال. يلا بينا نطير على مين؟ Penguin. Penguin. يلا نشوف Penguin. Where does the penguin live? Where does the penguin live? Where does the penguin live? في الجمع. Where do the penguins live? Where do the penguins live? Where do the penguins live? يلا نجاوب. Where does the penguin live? It lives next to the sea. ولازم نقول كده next to. اوعى تقول next to، نقول next to the sea. It lives next to the sea. It lives next to the sea. Where do the penguins live? They live next to the sea. They live next to the sea. يلا نسأل عنه مفرد وجمع كمان مرة. Where does the penguin live? It lives next to the sea. Where do the penguins live? They live next to the sea. يلا على الباندا. Where does the panda live? Where does the panda live? Where does the panda live? وفي الجامعة. Where do the pandas live? Where do the pandas live? Where do the pandas live? Let's answer. هنجاوب هنقول Where does the panda live? It lives in the bamboo forest. It lives in the bamboo forest. It lives in the bamboo forest. Where do the pandas live? They live in the bamboo forest. They live in the bamboo forest. كده اتعلمنا نسأل أين عن المفرد والجمع عن جميع الحيوانات اللي عندنا، وعرفنا الهابيتاتس بتاعتهم اللي هي مواطن السكن والبيئات اللي بيعيشوا فيها. طب تعالى أعلمك تسأل ماذا يأكل الحيوان الفلاني، أوكي؟ شبه كده بالظبط، بس بدل وير هنخليها وات، وبدل ليف هنخليها ايت. تعالى نشوف كده. تعالى نسأل ماذا يأكل فرس النهر؟ بص تقول إيه؟ What does the hippo eat? What does the hippo eat?
ولو جمع بقى هنقول what do the hippos eat. What do the hippos eat? What does the hippo eat? It eats plants. What does the hippo eat? It eats plants. What do the hippos eat? They eat plants. بياكل نباتات، بياكلوا نباتات. تعالوا نسأل ماذا يأكل الأسد؟ What does the lion eat? What does the lion eat? طب في الجامعة يا شباب ماذا تأكل الأسود؟ هنقول إيه؟ برافو برافو على الشباب. What do the lions eat? طب يلا بينا هنا. What does the lion eat? هنقول ايه؟ It eats meat. It eats meat. What do the lions eat? They eat meat. برافو. طب تعالوا نسأل ماذا يأكل الفيل؟ What does the elephant eat? What does the elephant eat? احنا قلنا يا شباب بقى ايه؟ قلنا نقول the elephant. What does the elephant eat? طب ماذا تأكل الأفيال؟ هنقول what do the elephants eat? What do the elephants eat? The elephant هنقول it eats grass. بيأكل الحشائش. It eats grass. What do the elephants eat? They eat grass. They eat grass. طب يلا نشوف مين كمان الزرافة بقى. What does the giraffe eat? What does the giraffe eat? What does the giraffe eat? في الزرافات بقى هنقول what do the giraffes eat? What do the giraffes eat? What does the giraffe eat? It eats leaves. بتاكل أوراق الشجر. It eats leaves. What do the giraffes eat? They eat leaves. بياكلوا أوراق الشجر. يلا نروح لمين؟ بنجوين. بياكل فيش سمك. هنقول ماذا يأكل البطريق ازاي؟ مين يقول؟ قول يا حبيبتي. What does the penguin eat? برافو عليك يا بريفيان. What does the penguin eat? What does the penguin إيه؟ طب في الجامعة هقول إيه يا يوسف؟ برافو عليك. What do the penguins eat? What do the penguins eat? لما نسأل عن المفرد ونقول What does the penguin eat؟ هنجاوب نقول It eats fish. It eats fish. What do the penguins eat? They eat fish. آخر حاجة باندا. مين يقول لي ماذا تأكل الباندا؟ قولي يا لوزين. برافو. What does the panda eat? What does the panda eat?
طب في الجامعة هقول ايه؟ قولي. يلا يا سارة، برافو عليك. What do the pandas eat? What do the pandas eat? يلا نجاوب عن المفرد بقى يا بودي. What does the panda eat? It eats bamboo. It eats bamboo. What do the pandas eat? برافو عليك يا مليكة. They eat bamboo. They eat bamboo. كده سألنا أين يعيش الحيوان في المفرد والجمع، وعرفنا الهابيتاتس بتاعته، وعرفنا كمان بياكلوا ايه، وسألنا الأسئلة بتاعتها. تعال بقى يا صديقي معايا كده، open your book، افتح كتابك وقول لي في page 155 ياسين إسلام هيقول لي what where when does the penguin live. هنختار ايه يا ياسين؟ where does the penguin live. برافو عليك محمد حازم. طب هنا قلنا where does the penguin live, it lives in the sea. هنا نقول where a the hippo live. برافو عليك. where does the hippo live, it lives in the lake. يحيى، where does the panda live. حبيبي يحيى تامر جميل، it lives in the bamboo forest. 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 تفضل عم محمد عرفه. يلا، where does an elephant live? It lives in grasslands. It lives in grasslands. احنا قلنا عندنا ثلاثة، giraffe, elephant, lion. They live in grasslands. يبقى where does an elephant live? It lives in grasslands. كتبنا يا شباب؟ طيب يلا بينا ناخد محمد الشرقاوي. Number one يا محمد، could you read and answer please? حبيبي حمو برافو. A giraffe has a long neck. عندها رقبة طويلة. فضل محمد محمود. A space lives in a lake. شاطر جدا. A hippo lives in a lake. A hippo lives in a lake. دكتور عمر يلا حبيبي قول لي the elephants live in the. حبيبي عمر مبروك. They live, the elephants live in the grasslands. يوسف the penguins live next to the sea. برافو عليك عمر الحلاق حبيبي. Where does the lion, where does the lion live? أين يعيش الأسد؟ Where does the lion live? It lives in grasslands. معاذ باشا، the panda's habitat is the. متأكد الباندا؟ أيوة كده، the panda's habitat is the bamboo forest. يلا حبيبي اتفضل. It lives living. شاطر جدا، احنا قلنا هي شي ات والمفرد دول بيحبوا الاس، يبقى ات ليفز. اكسلنت. يلا اللي جنبه حمو. The lion, panda, elephant is big and gray. مين اللي كبير ولونه gray؟ elephant. برافو. The elephant is big and gray. كبير في الحجم ولونه gray رمادي. محمود رتب عودة. number one. برافو حبيبي. Where does the lion live? Where does the lion live? اللي جنبه مين؟ تفضل حبيبي أحمد محمد جمال. حبيبي the hippo lives in the lake. The hippo lives in the lake. The hippo lives in the lake. 10/10. مين دوره؟ بودي. تفضل يا بودي. habitat is where an animal lives. The elephant lives in.
ايوه كده grasslands. The elephant lives in grasslands. It's big and gray. احمد سعد. The giraffe has a long neck. It lives in grasslands. They the A is little and lives next to the sea. احمد سعد. The penguin. برافو عليك. The penguin. البطريق is little. صغير. And lives next to the sea. وعايش بجوار البحر. برافو احمد سعد. يا شباب. بصوا معايا هنا. ده مش عندكم بقى. راجع معايا كده. كلمات اليونت دي كده. Zoo. Animal. Favorite. Best. Hippo. Elephant. Giraffe. Penguin, panda, lion. قلنا لما تحب تسأل ما هو حيوانك المفضل تقول what's your favorite animal. يلا قول what's your favorite animal. My favorite animal is the lion. What's your favorite animal. My favorite animal is the panda. يا عمر عمر قلنا بنعمل اقتراح بشكلين يا اما نقول let's وقلنا let's دي بيجي بعدها infinitive المصدر ناخد بال وhow about ماذا عن بنعمل بها اقتراح برضو بس دي بيجي الverb معاها P-I-N-G يبقى how about going to the zoo لكن let's watch the hippos how about معاه الverb plus ing let's معاه verb infinitive مصدر لما حد بيعمل لي اقتراح وانا بيعجبني الاقتراح اقول له good idea that's a good idea. شباب عرفنا نسأل عن المكان ب where بس where دي يا اما تلاقيها where is يا اما where are طالما بنسأل عن مكان حاجة ايه مفرد هنقول where is where is the bank where is the hospital where is the school لكن where are دي للجمع where are the books where are the boys لما بندي giving directions لما بنوصف الاتجاهات لما بنوصف الاتجاهات لحد بنقول go straight ahead go straight ahead Turn right, turn left, on the right, on the left. Where are the lines? هنا بيسألني أين الأسود. تعال كده نبص. Start. قل لي بقى هو. Where are the lines? Go straight ahead. Then turn right. Go straight. Then Turn left. Go straight. هنا لقينا the lines. طب where are the pandas? يلا نشوف كده. Go straight. Turn right. جميل. طب where are the penguins? Go straight ahead. Turn left. Go straight. أو وصلنا عند مين penguins number one كنا واقفين عند دور مين بعد اذنكو تفضل يا سيف number one يا سيف read number one فوق يا سيف penguin اللي هو ايه يا سيف البطريق thank you سيف penguin اللي بعده قول يا من بيبر كليب الدبوس ده اسمه بيبر كليب قولها تاني يا مالك بقى بيبر كليب بيبر كليب بيبر كليب قول لي بقى اللي بعديها يا مالك انت جراف برافو عليك ثانك يو مالك يلا عمر هيبو يس ماتش وذ ذا هيبو اللي ما تسألوش يا شباب شعبان يلا بينا line good job
لاين اللي جنبه بول سلطانية بول يس تفضل يا مليكة could you spell elephant E L E P H A N T elephant برافو مليكة يلا يا نور could you spell sand S A N D برافو sand يلا يا لوجاي knife سكينة أولها K silent knife نقولها ازاي بقى شباب knife السكينة اسمها knife وقلنا ال K silent لما يجي بعدها N knife مناس could you spell panda P A N D A panda natural habitat live bamboo forest neck lake sea grasslands where does the penguin live the penguin lives next to the sea Where does the hippo live? The hippo lives in the lake. Where does the panda live? The panda lives in the bamboo forest. Where do the elephant, the giraffe, and the lion live? The elephant, the giraffe, And the line living grasslands المفروض نقول هنا living grasslands Where does a lion live? It lives in the grasslands Where does a hippo live? It lives in the lake اتفضل يا سوسو نمبر 1 سي نمبر 2 يا منى grasslands yes يلا يا يوسف ليك البحيره yes يلا بينا حبيبتي بامبو فورست ساره صح برافو يا ساره بامبو فورست يلا يا روفي حبيبتي هابيتات قلنا ده الموطن او السكن بتاع الحيوان برافو يلا يا سوسو نك برافو الرقبه نك it has a long neck اسيل فياض could you spell this word اقريها بقى desert بنقراها ازاي يا شباب desert برافو اسيل فياض جميله desert اتفضلي يا رودي عشان ما اقولش حبيبة بقيت شاطر اهو يلا بينا لاين L I O N شاطرة برافو عليك لاين يلا يا لمار حبيبتي لامب L A M P حبيبتي لمار لامب يلا بينا يا دكتورة لمياء بايك B I K E bike العجلة ممكن نقول عليها bike أو ممكن نقول عليها bicycle bike أو bicycle طيب أنا هعمل حاجة دلوقتي بقى لولو ومنا stand up أنت اسأليها أين يعيش الفيل تقولي لها إيه 10 على 10 where does the elephant live جاوبي بقى قلنا it lives in grass it lives in grasslands جميل قوي طب انت اساليها اين يعيش الاسد where does live قولي على بعضها بقى تاني where does the lion live it lives in
جاوبيها بقى. Where does the lion live؟ احنا قلنا lion و elephant. ايوة برافو عليك. It lives in grasslands. Lion, giraffe, elephant. They live in grasslands. Thank you so much. عدو برافو. طيب يلا يا بريفيان مين جنبك؟ Stand up. اسأليها يا بريفيان اين يعيش هيبو؟ Where does the hippo live؟ انت تجاوبي تقولي ايه بقى حبيبتي؟ It lives in the lake. It lives in the lake. طب اسأليها بقى اين تعيش الباندا؟ نقول ايه؟ Where does the panda live? Where does the panda live يا بريفيان؟ نقول الجملة كلها. It lives in, برافو. It lives in the bamboo forest. جميل. مين اتنين عايزين يعملوا مع بعض؟ طيب قول قولي يا لوجين انت ونور. اسأليها انا عيش البطريق. Where does the penguin live? It lives next to the sea. جميل. اسأليها انت بقى سؤال عن حيوان تاني بيعيش فيه. اختاري بمزاج. سرعة شوي. Where does the giraffe live? It lives in grasslands. برافو عليكم ممتازين. يلا بينا يا جوليانا. مين معاك يا جوليانا؟ قوم يا حبيبتي. يلا يا رغد. يلا يا مريم معاه. اسأليها جوليانا اين يعيش الاسد؟ برافو عليكي. Where does the lion live؟ هو بيعيش في grasslands. جاوبي بقى. يبقى نقول ايه يا مريم؟ Where does the lion live؟ It lives in grasslands. It lives in grasslands. انت اسأليها بقى اين تعيش الزرافة؟ Where does the giraffe live؟ Where does the giraffe live يا جوليانا؟ It lives in grasslands. It lives in grasslands. Thank you so much. اقعد. هاجر. مين معاك يا هاجر؟ طيب انس. يلا انت وانس. اسألها انس اين يعيش الفيل؟ Where does the elephant live؟ It lives in grasslands. It lives in grasslands. طب انت اسأليه اين تعيش الباندا؟ Where does the panda live? It lives in the bamboo forest. احلى هاجر وانس براب. مين ورا جنى ومين؟ جنى لوحدها. طب انا هعمل انا وجنى. قومي يا جنى وانا هسألك وانت تسألين. Where does the lion live? برافو عليك. It lives in grasslands. طب اسأليني انت عن الباندا. It lives in the bamboo forest. Thank you so much. يا شباب عندنا الدرس ده في الهومورك عليه اكسرسايز في البوكلت. هنحل الاكسرسايز في البوكلت تمام وتوريهولي المرة الجاية. والاسئلة بعد اذنك ما تقومش غير لما انا اخلص واقول لك الهومورك. بعد اذنك الاسئلة اللي انا عملتها النهاردة مطلوب منك تعمل لي في النوت بوك بتاعتك سؤال عن المفرد وسؤال عن الجمع في وير وبوات. بياكلوا ايه وبيعيشوا فين؟ عن المفرد والجمع عن كل حيوان. هشوفه المره الجايه واصححه. ثانك يو اند جود باي.